حذرت اللجنة الوطنية لتقنين المحتوى الأخلاقي لتقنية المعلومات من مخاطر بعض الألعاب الإلكترونية، خاصة تلك التي تربط المتعة بما تحتويه من عدائية وعنف وإيحاءات جنسية. ويأتي هذا التحذير في سياق أهداف المحتوى الأخلاقي الرامية إلى الإسهام في حماية المجتمع من تفشي الإباحية وجميع المحتويات غير المرغوبة للوسائط المتعددة، والعمل على تكوين وعي اجتماعي وثقافي لدى أفراد المجتمع بالمحتوى الأخلاقي لتقنية المعلومات، والعمل على تحقيق التناغم والانسجام وتنسيق الجهود بين الجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة بتقنين المحتوى، وتعزيز المشاركة التطوعية لأفراد المجتمع المدني ومؤسساته، ودعم الجهود الرامية إلى إجراء الدراسات والبحوث ذات العلاقة بمجال تقنين المحتوى، إضافة إلى الاستفادة من التجارب الإقليمية والدولية في مجال التقنين. هم كبير بكل تأكيد فيما يتعلق بالألعاب الإلكترونية، أيضا المخاطر، أكيد أن العائلات تواجه هذا التحدي. للحديث بشكل أوسع حول أفضل الطرق لمواجهة هذه الألعاب وتقنينها، ينضم إلي هنا في الاستوديو الدكتور طبعا عبد الرحمن الخيران، أخصائي نفسي مختص بتعزيز الصحة النفسية. حياك الله دكتور. أهلين، الله يسلمك. إن شاء الله مسي عليك بالخير وعلى المشاهدين الكرام. كما ينضم إلي الدكتور عبد العزيز الصائغ وهو الباحث في الألعاب الإلكترونية. حياك الله دكتور. أيضا الله يحييك، يعطيكم العافية على هذه الدعوة مشاركة. أبدأ معك دكتور عبد العزيز، يعني أهم المخاطر والتحديات اللي تواجه الأسرة الآن، هذه اللجنة الوطنية تحذر لطبعا ما تحتويه الكثير من الألعاب الشائعة لدى طبعا مختلف الأعمار. اليوم ما نتكلم على حتى أطفال، حتى كبار سن أيضا يلعبون مثل هذه الألعاب الإلكترونية. أبرز المخاطر اللي تواجه المجتمع حقيقة؟ المخاطر كثيرة، لكن أحب أن أختصرها في حاجتين، وهي أن الألعاب الإلكترونية قد تكون يمارسها أشخاص صغار السن، وهي مخصصة لأشخاص كبار السن فوق السن 18 سنة، ويقوم بممارسة هذه الألعاب ويلعب هذه الألعاب التي تحتوي على ألفاظ بذيئة أو مقاطع جنسية أو نساء شبه عاريات أو ما إلى ذلك، وهي محذر منها وممنوعة من السوق، وتجدها مباعة، تباع في السوق. فيأتي وبعضها أونلاين دكتور، أونلاين يعني هذه الرقابة يجب أن يكون داخل المنزل للأطفال الذين يقوم بشراء هذه الألعاب. يعني أنا حقيقة أضع أحيانا اللوم على أولياء الأمور الذي لا يقوم بتركيز ويعرف ماذا يحتوي هذه الألعاب، وإلى أي فئة هي موجهة لها هذه الألعاب المخصصة أصلا للبيع ومطروحة في السوق. يعني يفتحون ماركت على سبيل المثال في أمريكا، وهو ماركت مفتوح للجميع، ويقوم بشراء رصيد ثم يقوم بشراء اللعب وهي محظورة، وفي السيرفرات المحلية اللي هو داخل المملكة العربية السعودية محظورة هذه الألعاب، فيبحثون عن مداخل أخرى ليحصلوا على هذه الألعاب الممنوعة. من المسؤول دكتور في إيضاح خطورة هذه الألعاب، تسميتها بالمسميات؟ اليوم قاعدين نشوف تنتشر، وبنذكر أسماء أيضا حول هذه الألعاب اللي نشوفها شائعة بشكل كبير على مختلف الأعمار. أيضا التحذير حول المخاطر، تقنين السن، خصوصا ما تكلمنا عن مش الألعاب الموجودة في المتاجر أو اللي يمكن ضبطها بالجهات الرقابية الموجودة، لكن نتحدث عن الألعاب الأونلاين. من المسؤول في تبيان ماهية هذه المخاطر؟ حقيقة أنا أشوف هيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع وضعت ضوابط حقيقية وواضحة جدا للجميع، سواء بالفئات العمرية والألعاب التي يجب عليها اللي هو الانتباه منها. ووضعت مثلا، أذكر ثلاثة نقاط، وضعت الألعاب التي تحتوي على مثلا دماء وما إلى ذلك وشعوذة، يعني بجميع بشتى مجالاتها ممنوع تشترى من السوق المحلي، ليست موجودة. إلكترونيا كذلك وضع ضوابط وأرقام 13 8 7 سنوات وهلم جر، فمنعت، لكن وصول إليها ليس بالصعب أو المستحيل. جيد. نعم. أوجه السؤال لك طبعا دكتور عبد الرحمن، التأثيرات على الجانب السلوكي والنفسي، خلينا نتحدث عن جانب الأول اللي هو جانب العنف والجانب الدموية أيضا، كما ذكر طبعا الدكتور عبد العزيز، أحيانا بعض الجوانب المتعلقة بالشعوذة، المتعلقة ببعض طبعا المعتقدات الخاطئة والمسممة، كيفية وأيضا مخاطر تأثيرها على الجانب السلوكي والنفسي. بسم الله الرحمن الرحيم. صراحة يعني أغلبية الألعاب الإلكترونية المتواجدة حاليا في وقتنا لها تأثير نفسي
وسلوكي على المستخدم سواء كبير أو سواء صغير، ولكن خطرها على الطفل الصغير أكبر من خطر على الكبير، خاصة إذا كان فيها مثل ما ذكر الدكتور دمائية أو فيها نوع من الشعوذة وما شابه ذلك. أول ما يبدأ بسلوكه ويبدأ بسلوك الطفل قد يشاهد من الوالدين أو المقربين يشاهدون عليه هذا التغير، وقد لا يشاهد إلا بعد فترة طويلة. إذا كان في البداية فهذا الحمد لله شيء جميل، أما إذا كان في الأخير فهذا قد يكون له عواقب زيادة. من ضمن التأثيرات التي سألت أنا تختلف فيه، قد يكون جسدية وقد يكون نفسية. بمعنى كيف التأثير الجسدي والنفسي؟ الجسدي قد يؤثر فيه في على سبيل المثال في النظر، في الصداع، في الأشياء، في التوتر، الأشياء. أما قد تكون واضحة وقد لا تكون واضحة هذه إلا بعد فترة يعني من الزمن. أما الأثر الأهم اللي هو الأثر النفسي. الأثر النفسي أول ما يبدأ في الطفل الانعزال، البعد، الجفاء، أيضا يتحول من كان يعني يمارس حياته الطبيعية مع أسرته يبدأ في العزلة. العزلة هذه لها سببان اثنين يعني مؤثرات، أحيانا تأثر في الجانب الاجتماعي جيد، وأحيانا تأثر في النفسي. من ناحية الاجتماعي اللي هو عزلته عن المجتمع، خلاص مجتمع في اللعبة، في اللعبة حياته كلها لعبة. هذه لها تأثير قد يأتي بعدها اللي هو مرض الرهاب الاجتماعي، منعزل المجتمع، مغلق. إذا كان في الصغر قد يأثر حتى في النطق، في المخاطبة، ما يدور حول المجتمع يكون متجاهل الشيء هذا، لأن وقته دائما في الألعاب الإلكترونية. أما من ناحية الأمراض الأخرى قد يكون مثل إذا كان صغير الطفل قد يكون عنده الله يكرمك التبول لا إرادي في الليل، إزعاجات، عزلة، خوف، عدم الثقة، قد يسبب إلى التخيلات السلبية إنه قوي، وإنه لما يأتي في اللعبة فيها دماء وماذا أحيانا تظهر له إنه يثبتها على الواقع. هذه مشكلة خطيرة. هذه مشكلة خطيرة جدا، يعني قد نشاهد أحيانا طاعن وما شابه، سلوكات عنف، عنف وتكون السبب بسيط ولكنه تأثير، خلاص تأثير اللعبة. يعني سمعنا هذا قصة قريبا يعني صارت هنا حتى في الرياض، والسبب الأسباب أنهم يعني عمارهم من 14 إلى 17 سنة، والسبب هذا جيد. أول كنا نخاف من البرامج مثل الأفلام السينمائية أو الأفلام اللي فيها دماء. الآن وهي على ساعات محدودة حتى يمكن هذه محدودة، يمكن صحيح ساعات صحيح لن تسيطر عليها. أحسنت هذه. الآن لا، ممكن أي وقت وبالخفاء ممكن أنت تقدر تتابع ابنك بمشاهدة فيلم. طيب. الآن لما هذا لا يكون بنجي على طبعا سلوكيات وأيضا الواجب على أولياء الأمور في ضبطها. دكتور احنا تكلمنا عن جانب ما تحتوي اللعبة، ممتاز. نعم. لكن هناك جانب آخر، بعض الألعاب اللي تكون تشاركية وتكون أونلاين وأكثر من شخص يدخل فيها بمختلف الأعمار والمستويات يكونون يلعبون فريق. خلنا نعطي يعني أسماء للألعاب، الألعاب اللي انتشرت وكان فيها تشاركية بشكل كبير، فورتنايت وسمعنا عنها في الفترة اللي راحت، الآن قاعدين نتكلم على الببجي ويمكن الكلام كثير عنها وكثير من الناس تشتكي. صحيح. من بعض الألفاظ الموجودة وحتى تصميم اللعبة. صحيح. لما نتحدث عن اللعبة يبدأ اللاعب فيها متعري وبالتالي يلبس، وبعض الألفاظ اللي تكون موجودة وتستخدم. نعم. تدخل تطلع من إطارها اللي هو الحربي اللي فيها برضو. نعم. بعض العنف التشاركية أبرز المضار أيضا، إذا ما تحدثنا عن بعض السلوكيات، إذا ما تحدثنا خلينا نتكلم بشكل يعني صريح على أساس نلقي الضوء على المشكلة، إيحاءات جنسية، نتحدث عن أيضا ربما تكون منصة أو بيئة للفاسدين لأن يتحرشوا أيضا. نعم. نتحدث عن تحرش جنسي وبعض الإشكاليات المتعلقة، التنمر الإلكتروني كذلك والتنمر. نعم. لكن إحنا نروح لبعض الملفات الحساسة اللي يمكن أحيانا ما تطرح لحساسيتها ونبغى نلقي الضوء عليها حتى نحذر عن المخاطر الكبيرة والانعكاس السلوكية اللي بسأل الدكتور عبد الرحمن عنها. نعم. خصوصا الألعاب الإلكترونية دائما يسلط الضوء على سلبياتها بشكل كبير. وسنركز على جزئية بسيطة من السلبيات، لكن لما يمارس اللاعب ألعاب إلكترونية صحيح أنه انعزل عن الواقع الحقيقي وبدأ. نعم. في العالم الافتراضي أو الواقع الافتراضي، يمارس نشاطه الذي مفروض والمفترض عليه أنه يمارسه في الطبيعة. ولكن أنا أراها أحيانا أنها مصدر للتنفيس للشخص للفرد، أنه يمارس لعبة تكتيكية وكذا ويمارس نشاط بتعلم اللغات ويفكر خارج الصندوق وهلما جر. صحيح أنه جزئية كبيرة من الألعاب الآن التشاركية اللي إحنا نسميها بلغة الإنجليزية MMOs
هذه الألعاب ما لها ضوابط وللأسف لا يوجد لها ضوابط. يجي أي شخص يلعب هذه الألعاب بدون أي قيود، يتلفظ كلمات بذيئة، يتطرق إلى التنمر، وهذه كارثة يعني لاحظتها في الآونة الأخيرة. نعم. أغلب من يلعب الألعاب التشاركية هذه هم من فئة العمرية من بين 30 وتحت، يعني اكتشف أطفال عمرهم 9 سنوات 10 سنوات يقوم بعمليات السب والشتم أكبر من عمر، ما يعني حتى ما كنا نسمعها مسبقا يعني. فكيف تعلم هذه الكلمات النابية، وكيف استطاع أنه يتعلم الآليات والتكتيكات والكلمات الذي يستخدمها في المعركة أثناء اللعب، مثل ببجي سمعنا كلمات يعني ما قد لا تصل على التلفاز لكنها موجودة في اللعبة. أكثر حاجة أنا أشوفها حقيقة في الألعاب هذه أنها في بداية المرحلة أنك تبدأ من الصفر، لأنها هي تبدأ المرحلة من الصفر وتنتهي في مقتلك، يا إما أن تقتل أو تقتل. هذه النهاية، فأنت حاول أنك تدخل اللعبة شبه عاري ثم تقوم بسرقة طرف آخر وتلبس لباسة وتأخذ أسلحته وتعد معداتك ثم تدخل في بحر المعركة، يكون فرد واحد أو 4 أفراد. في دخولك هذه المعركة أنت تعيش في عالم افتراضي غير حقيقي. صحيح وذكر الدكتور أنه قد لا يفرق الطفل خصوصا أنه هل هو ما زال في العالم الافتراضي أم في العالم الحقيقي وقد يمارسها، لكن في لأنه هذه الألعاب وضعت لأشخاص منهم اللي هو فوق السن 18 سنة يعرف ما مصلحته، يفترض يعرف ما مصلحته، يدخل هذه اللعبة ثم ينتهي بالتنفيس أو يخرج ما بطاقته من هذه اللعبة وينتهي ثم يمارس حياته الطبيعية. هذا في الوضع الطبيعي. هذا في الوضع الطبيعي نعم. الكارثة أنهم أغلب من يلعب هذه الألعاب دون السن 18 سنة بلا رقابة من أولياء الأمور، ولا يعرفون حتى محتوى هذه اللعبة، بل هم المساهمين في شراء هذه اللعبة. طيب دكتور، مدى التأثيرات؟ أولا خلينا نتكلم على كلام الدكتور عبد العزيز عن الوضع الطبيعي وأيضا مخالفته للوضع الطبيعي أن تكون لمن هم أقل عمر أن يدخلوا مثل هذه الألعاب. نتحدث عن طفل عمره 11 سنة أو 10 سنوات أو 9 سنوات يلعب مع واحد عمره 30 أو طفلة، ممتاز. أيضا التأثيرات حول هذه الألفاظ، حول بعض العبارات في جو غير مضبوط، كيف يمكن أن يأثر على الجانب السلوكي، الجانب الأخلاقي والجانب النفسي إذا ما تعرضوا لبعض طبعا الحوادث الجنائية مثل التحرش وغيرها. بضيف على كلام الدكتور عبدالعزيز، أحيانا للأسف الشديد أن ما في رقابة سواء من الآباء في عمر يعني لعبة مثل ما ذكر أنها تحتاج العمر 18 فعلا. لما نشاهد نلقى عمر 7 سنوات 8 سنوات يلعب. أحيانا يكون كلام فاحش، كلام كبير عن مستوى عقل الطفل هذا. أحيانا طلبات دكتور، طلبات إذا وصلت الطلبات هذه خلاص بدل الطفل اصلا بصدمه نفسيه ويعرض الطلبات يلبي ليش المكسبه في اللعبه عشان يكسب اللعبه ويكسب احيانا يكسب يعني مثل التعارف، ولكن عشان ياخذ ناس يلعب معاهم ولا يخسرهم في نفس الوقت، يعني ثنتين يعني لا يخسر اللعبه ويفوز وفي نفس الوقت لا يخسر الفريق اللي يلعب معه. يطلبه طلبات قد تكون تصل الى جنسي أو من التعري، وطفل عمره 8 سنوات 9 سنوات في غرفة مغلقة لا أحد يعلم عنه، يبدأ يتغير نمطه، يبدأ يشوف أشياء جديدة عليه، يبدأ يتفاجأ في شيء أول ما يراه، بالذات إذا كان شخص كبير ويبادل الشيء هذا. بعدها طال عمرك يبدأ خلاص يبدأ يتغير سلوك ويلاحظ، المفروض إنه يلاحظ من الأم سواء بنت أو ولد، لازم المتابعة. أحيانا قد يعرضني الدكتور أني أنا لازم مهما كان أعطي الثقة للأبناء ولكن لازم أتابعهم في المراقبة. في المراقبة قد يكون هو ضدي في الشيء هذا. لا أبدا والله أنا ماني بضدك، لكن أنا أختلف معه في آليات المراقبة. يعني خلينا أول شيء نسمع من الدكتور عبد الرحمن إيش هي الآليات المفترضة نفسيا، وبجيك في آليتك خصوصا ما يتعلق بالآلية. أنا يعني أنا بقول لك على شيء الآن لما تعطي طفل جوال، أوكي أنا ما أقول لك لا تمنع الجوال وتمنع اللعبة، لكن أول شيء حدد الوقت، تحديد وقت، تحديد الوقت. الآن لما تسأل أي معلم في المدارس تسأله كيف مستوى التعليمي الآن وكيف مع الطلاب ولا للأسف يقول فيه هبوط. هبوط ليس من الكفاءة، لا هم بس إيش، لأن الجوال على يعني 24 ساعة الاهتمام بالجوال. طيب بالجوال. بعد تحديد الوقت، بعد تحديد الوقت أتابع
بمعنى انه يلعب اللعبه وانا موجود جنبه؟ لا مو احيانا تكون لعبه بس اني اعرف ان اللعب وش هي اللي يلعبها. يعني بس خلص انزل له من البرامج ويلعب على كيفه. لا اتابع ممكن يعني اشوف بعد ايش وين وصلت في اللعب وش سويت ايش اللي معاه في الجروب اشياء. لازم اني شوف انا اعطيها الثقه ولكن لازم اني اتابع مهما كان. مع يعني انا لا تزال يمكن اتعدى الكلمه هذه مع انا ما اثق. ليش ما اثق؟ الالعاب كثرت والذئاب البشري تكون ثقه في الطفل هذه موجوده الثقة كل لكن ثقة. الثقه بالواقع اللي هي هذه واقع هذه الواقع ولازم ارشده المفترض ما يكون موجود ولازم ارشده واعلمه عن سلبياتها وايجابياتها ويكون هناك مكاشفه. يعني لما اتكلم مع طفل في موضوع حساس انه هذه الكلمه ما تنقال وان هذه مثلا في العيب تندرج يعني المكاشفه بين الوالدين وايضا الابناء حول هذه الاطفال اللي بتعرضون لها بالعكس في اريحيه في مصارحات بينهم ان الكلمه حتى لو كانت صعبه ينطقها الطفل بحكم انه صغير عمر اوضح له. طيب دكتور عبد العزيز رايك في هذه الاساليب وش المفترض ايضا في ظل معرفتك بالالعاب الالكترونيه؟ طبعا انا اتفق غالبيه النقاط اللي ذكرها الدكتور لكنه انا اختلف معه في اليات المراقبه. طبعا اليات المراقبه بالنسبه لي انا امارس اللعب الذي يمارسها ابني وأجلس معه في نفس المكان الذي يمارس فيه اللعبة. ألعب أنا وياه حتى إيه؟ أعرف تماماً ما محتوى هذه اللعبة بعد قراءة. واحد عمره 60-50 سنة شلون بيلعب مع أولاده؟ ممتاز 60-50 سنة الإنترنت أو السؤال أطراف آخرين من الأقارب وكذا محتوى هذه اللعبة راح يرشدك ويوجهك. من بحث عن المعلومة سيجدها يعني. بالإضافة أنا أسدد وقارب يعني أنا أجي أتابع الولد شوي وأروح عنه وأجلس معه بعدين إيش لعبت إيش. لو واحد عنده 5 عيال أستاذ عبد العزيز يعني برضو لو واحد عنده 5-6 عيال نعم. برضو مسألة جهد كبيرة إنه لو بيروح يتابع مع واحد ويروح عنه ويتابع مع الثاني نعم. يعني الناس برضو تحط هذا التساؤل تقولك إنه أمر متعب مسألة المتابعة يعني أنت الله مستحيل أنت مسؤول أمام طبعا طبعا هذه مسؤولية عندك لكن يقولك أحيانا ربما تكون المتابعة في ضمن المستحيل أمر نعم. مستحيل. طيب أنا إذا كانت هذه مستحيل أنا عندي عامل ضبط الوقت 2 ساعة فقط 3 ساعات هي السقف الأعلى. أسبوع كامل ما في لعب بلاي ستيشن أو كمبيوتر أو تستخدم الأبد إلا في الإجازة نهاية الأسبوع. كل هذه أوامر محفزة ومساعدة. أول شيء يعتبر هذه اللعبة كمكافأة لا يعتبرها كتحدي، مكافأة له إذا أنجزت المهام الأساسية المتطلبات من حياتك، الأولويات الدراسة، الخروج اللعب بالكورة مع زملائك، متابعة تنظيف الغرفة والمجر، تحصل على نتيجة وهي أنك تلعب هذه اللعبة. ليش أحرمه تماما أو أعطيه كل شيء تماما؟ أعطي جزء منها وفق ضوابط أنا وضعتها له علشان يحقق هذا الهدف. جيد. الوقت واحد، ثاني شيء أنه يشعر أنه لكي يتمكن من لعب هذه اللعبة الذي أرغبها اللي أنا وافقت عليها من الأصل بعد ما تحقق النتائج والمسؤوليات الأولية. ما هي أسلوب حياتك تقوم تنام كمكافأة. وأنت تلعب نعم نعم جيد هذه هي النقطة الأساسية. طيب دكتور عبد العزيز بسألك في جانب الأنظمة موجودة، نظام حماية الطفل، نظام مكافحة التحرش، أيضا النظام سوء الاستخدام فيما يتعلق بالوسائل التقنية، كلها موجودة، عقوبات مغلظة. باعتقادك الأنظمة تطبق بشكل فعال على مستخدمي هذه الألعاب ممن يرتكبوا الجرائم؟ وفي حال أنها طبقت بالشكل المثالي انعكاساتها أيضا على ضبط هذا الجو العام؟ أعتقد أنه آليات الضبط تحتاج إلى عملية تسويقية أكثر نعم. ونشر الأرقام في كل مكان، في الحسابات في تويتر، مراسلة الناس، هذه أعتقد أنها شيء أساسي لكي يحمي الفرد نفسه وتحمي الجهة المسؤولة نفسها أنها أظهرت للناس جميعا أنه لكي تتواصل معنا هذه أرقامنا، هذه العقوبات التي ستحصل، ما هي الأشياء التي ممكن أنك تطلب منا مساعدتك والمساهمة في ذلك. هذه من الأشياء الأساسية اللي أشوفها تحتاج إلى عمليات إعادة تدوير ونشرها من جديد وأكثر تقنيا فعلها. يمكن ضبط من يرتكب هذه المخالفات من مستخدمي الألعاب. اليوم أنا والله جالس مع ابني سمعت واحد وجه كلمة نابية أو كلمة تدخل ضمن نعم. إطار جنائي نعم. أقدر أتابعه من خلال معرفة أن يبلغ الشرطة بالتالي التواصل مع هيئة اتصالات تقنية معلومات. يعني أتحدث تقنيا يمكن ضبطه تقنيا والله ما عندي يعني آليات لكن اللي أعرفه أنك تستطيع أن تسوي كابتشر سكين أو تصور الشاشة تأخذ اسم رقم الحساب نعم. ترسله للجهات المعنية يتابعون برقم اليوزر الآي بي حقه ويجيبون هذا الشخص ومحاكمته. وهذا حصل أذكر في قضية التنمر الإلكتروني حصلت للأطفال والأشخاص اللي كانوا يلعبون لعبة فورتنايت. شخص أشتهر بسبب فرد واحد قاموا أعلن يا ناس انتبهوا من هذا الفرد، انتبهوا وتتبعوا واكتشفوا هذا الشخص مباشر وعوقب. هي فقط متابعة لا أكثر ولا أقل. طيب الدكتور أيضا خلينا نتكلم سلوكيا في حال أنه والله كان هناك خوف من عدم الخروج عن النظام، خلينا نتكلم الحين جهة أخرى
جه من يقوم بالأعمال الخاطئة أو يقوم بالممارسات الخاطئة أيضا، في حال وجود نظام صارم ممتاز في هذه الألعاب يعرف الشخص أنه أي شيء سيرتكبه سيكون تحت رقابة القانون وأيضا ضبط وصرامة القانون. كيف يمكن أن تضبط هذه الممارسة أن يكون هناك تخوف؟ لأنه هذا هو السؤال اللي وجه، إيش دافع الناس اللي يقومون مثل هذه السلوكيات اللي ما يقومون بها في الواقع يقومون فيها في هذه الألعاب؟ شوف، إذا ما في نظام ويعلن ويعاقب حتى الشخص اللي يخطأ مثل ما ذكر الدكتور، أصور وحسابه وأعلنه، ما راح، أنا مسهل لي كل شيء، أنا في غرفة معزولة، كيف تبغاني أني ترى يعني عندنا حاجة هي من الخوف أني أواجه الأب أو الأم أقول له مشكلتي، لأنه ممكن يمنعني من اللعبة، يمنعني من اللعبة، قد يمنعني من اللعبة بتاتا. إذا صارت يعني يخفيها لنفسه ولا يكلمهم فتصير ترسبات فصير انفجار عنده. يعني أغلق، خلينا نكون على مجتمعنا صحيح، ما فيها طفل، نادرا طفل يقول والله واحد قال لي كذا أو طفل قال واحد. صارت الآن للأسف الشديد سلبية أكثر من إيجابيتها. الدكتور قبل شيء يقول لا تمنع الطفل، أنا أوكي، أنا قد أعارض وافقة لا تمنع، ولكن ليش ما نرجع للماضين؟ يعني زي يعني أنا ليش ما أكتشف ابني في هوايات رسم، في هوايات كتابة، خط، أبدأ؟ ليش أنا دائما أعمق ألعاب 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 إلى متى؟ طيب الألعاب، هذا التوجه المشكلة، أنه بيدخلهم في دائرة، عندكم داخل سعد العزيز نعم، دائرة أنه كل يلعب هذه اللعبة. أوكي، أنا مو شرط أن أولادي يلعبون اللعبة هذه، يعني أي لعبة نزلت حديثة مو شرط أني أنزل له، مهما كان لازم أعلمه، لازم أثقفه في القراءة. الآن في طلاب الآن تروح تقول له حتى نطقه ما مو زي، يعني أكلمك اللي خامس ابتدائي رابع ابتدائي مو زي قبل 10 سنوات في النطق، هناك بعض الاشكاليات من جراء لماذا؟ لان على الجوال ما في تخاطب، ما في اخذ عطاء، هذا ياثر على سلوكيته، ياثر على نطقه، ياثر على اشياء كثيره فيه في الطفل، حتى على ثقافته. لكن تكوين كلمات حول النقطه اللي ذكرتها، مساله المنع انه ما يمارس اللعبه واكتشاف هوايات، طبعا مثل ما ذكرت العوده الماضيه للهوايات القديمه اللي كانت تناسب مع زمن اخر. لا موجود، عندك تعليق فيها دكتور؟ انا اتوقع يجب مواكبه العصر. مستحيل انك تنعزل وتبقى في الماضي والعالم يعني عجله التقدم يعني ماشي معك أو من غيرك. لكن زي ما قلت، الضبط وجلسة الأب مع الأب الفترات المصارحة، إيش حصل معك، إيش اللي كيف أقدر أدافع عنك، ترى أنا موجود، أنا حاضر. البنت كذلك تروح لأمها أو من ترتاح من أولياء الأمور، لكي يسهل عليه أنه يكون عملية التخاطب والتصارح. كل ما فتحت هذا اللي هو الانغلاقية، لما يكون منعزل في غرفته، في علامات واضحة تماما لما تعرف أن ابنك أو ابنتك منعزلة في مكانها، أول شيء يغلق الباب. ثاني شيء تسمع أحيانا أصوات الهمس إنه قاعد يلعب، لو حتى لو بجواله متغبي، صح ولا لا؟ أيه. كيف أنا أعمل؟ أتابع من بعيد، أفتح الباب، ليش معك الجهاز؟ أعطنيه، علمني إيش اللي حصل، كيف أقدر علي؟ أنت تعرف المشاكل، المشكلة معروفة، الكارثة أنك لا تضع خطة علاج لهذه المشكلة. هنا اللي دائما يعني احذر فيها كثير من الاخوه، يا اخي عندنا بنتكلم بشفافيه، بلاي ستيشن، عندك بلاي ستيشن ماسنجر، افتح بلاي ستيشن، حمله في جهازك، خذ اليوزر والحساب حق ابنك، وتستطيع تسوي عمليه ضبط، تتابع لمن يراسل ومن يضيف باللعبه، جهاز اخر اللي هو الجهاز الذكي اللي هو الايفون او الاندرويد، انت تستطيع تفتح حساب باسمك وتكتب هذا الحساب باسمي حساب اخر، ان الطفل هذا ما يستطيع ان يحمل هذه الالعاب الا بموافقتي انا كولي امر، كي اعرف هذه فيه وسائل متابعه. لا تستطيع ان تحمل اي برنامج او اي لعبه او اي شيء انا لست راضي بها واعرف انها فيها مخاطر مستقبليه، لن اقبل. شارك ابنك في هذه التقنيه. نعم. شكرا لحضوركم، بكل تاكيد الحديث مهم ودائما سيطول، وباعتقاد انه موجود كثير من الانظمه اللي تضبط مثل هالممارسات، لكن دائما وابدا على الجهات المسؤوله، خصوصا اللجنه الوطنيه لتقنين المحتوى الاخلاقي اللي عملها قائم على دراسه وضبط هذه الاوضاع، ان تقدم تقارير لتتكاتف الجهات الحكوميه حتى تطبق الانظمه والقوانين على من يتجاوز في مثل هذه الألعاب التشاركية، لأنه الأبناء غالين. إضافة للدور على أولياء الأمور اللي تفضلوا طبعا ضيوفي بالحديث عنه، سواء في التشاركية أو المتابعة والاهتمام أو التقنين أيضا لهذه الألعاب، حتى بإذن الله نتلافى العديد من المشكلات داخلها اللي مرصودة أمانة ومنتشرة. شكرا جزيلا لكم على هذا الوجود وهذا الحديث، الدكتور عبد الرحمن الخيران، أخصائي نفسي وطبعا مختص بتعزيز الصحة النفسية. شكرا دكتور لحضورك. أيضا كل الشكر للدكتور عبد العزيز الصائغ، باحث في الألعاب الإلكترونية. شكرا دكتور. شكرا، شكرا جزيلا، شكرا.